في حد يخش على واحدة يقول لها أنا عندي نادي؟ هتقول لك آه طبعاً. لحظة أنت يا سيد الرجال اللي قاعد مع قولي مع العينين الخضرة. قولي يا حلو. لو عنده يعني مش ثانية واحدة بس لو عنده بس. أثر يعني ما تعكسهاش من أنا قاعد يعني لو عنده أثر سرسق خش أنا سوري ما بينبلع مش رح أقول له إيه وتعال لأنك عندك نادي. لا حبيبي بعدك بتقول لك بيست فريند. قلت لي أنت منين؟ من لبنان. لبنان يعني موزة يعني هتسافر مع صحابها وهتتعاكس. جرأة ايه يا جدع؟ ايه جرأة ايه انت؟ اول يوم كل دي وكل دي هدايا اوفر صح؟ لا طبعا في الاول ما ينفعش تبقى على طول كده. دي حاجات بتتعمل واحده واحده. انما انت داخل هجيب لك وبوكي ورد وشوكولاته وورود وعامل ونادي.